اليوم في الساعات الأولى من الصباح الباكر كان في انخفاض شديد في درجات الحرارة، وصلت ل 13 درجة مئوية على الطول الساحلية والزراعية والطول المطلة على المسطحات المائية، مما كان لها تأثير سلبي على الرؤية الجيدة. لكن مع مرور الوقت الحمد لله تم ارتفاع درجات الحرارة وأصبحت القيادة آمنة حاليا. معلوم إن يوم الاثنين ورشة عمل رسمية لكافة أجهزة الدولة والمدارس والجامعات، وده بينعكس على الشارع المصري من حيث أحجام السيارات. كثافات متحركة حاليا موجودة على معظم المحاور الميادين والطرق الرئيسية، في ظل طبعا انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأبناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة إلى تعزيز خدمات مناطق الأعمال، خدمات مرورية وعلامات إرشادية وعلامات تنظيمية، بالإضافة لكاميرات المراقبة لمنع أي تراكمات أو كثافات مرورية. ما زال الغلق الكلي مستمر حاليا بشارع يوسف عباس بالنسبة للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر وتحويل حركة المرور إلى شارع الطيران. ما زالت الكثافات عالية حاليا أيضا بمنزل ومطلع كوبري 15 مايل المتجه لشارع جامعة الدول العربية. لذلك بننصح دائما السادة قيادي السيارات من أفضل سلوك المسطحات الأرضية. بحمد الله منذ الصباح الباكر لا توجد أي حوادث مرورية. المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم الكامل مع التزامنا بتعليمات وقواعد وآداب المرور.